السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا النهاردة في فيديو جديد من قناتنا من منفشن. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض مشروعنا ده، هو إعادة تدوير لبرطمان إزاز. هنظبطه ونشتغل عليه بخيط الخيش بتاعنا اللي احنا شايفينه الجميل ده، وإن شاء الله المشروع يعجبكم ونعمله في منتهى السهولة. طبعا أنا هعمل البرطمان ده هستخدمه كمقلمة للمكتب، تمام، زي ما احنا شايفين فيها الأدوات اهي الكتابية. وإن شاء الله هننفذه مع بعض النهاردة، ويا رب يكون سهل ويكون مشروع لذيذ كده وخفيف على قلوبكم. قبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعلي زر الجرس ليصلك مني كل جديد فضلا وليس أمرا. لو عجبتك قناتي إن شاء الله بإذن الله، تمام. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي هنستخدم أدوات إيه اللي هنشتغل بيها على البرطمان بتاعنا. هنستخدم خيط الخيش. طبعا خيط الخيش ده استخداماته كتيرة قوي قوي وجميلة، وهنشوف ليه استخدامات أنا هعرضها لكم إن شاء الله النهاردة. وهنستخدم طبعا المسدس الشمع، تمام، وبعض الخرز الصغير اللي احنا هنزين بيه البرطمان، تمام. يلا بقى معايا نشوف هنعمل مشروعنا ده ازاي. ان شاء الله باذن الله هنستخدم مع بعض خيط الخيش. الخيش دوت استخداماته كتير قوي 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 يعني، وجميله. بيتعمل منه طبلوهات، وبيتعمل منه براويز، وبتعمل طبعا منه شنط، تمام. وإعادة تدوير لاي حاجه انت عاوزاها، زي البرطمان اللي احنا هنعمله اعاده تدوير ده، وهنستخدمه كمقلمه، تمام كده. طيب يلا بقى بينا مع بعض هنشوف هنستخدم الخيط ازاي على البرطمان. البرطمان الازاز بتاعي ده طبعا انا هستخدم معاه المسدس الشمع. الخيط هنا عندي رفيع شويه يعني مش سميك قوي، لان استخداماته بنعمل منه شنط، وبنستخدم ابره الكروشيه معاه زي ما انا عامله بالظبط الورده اللي انا هستخدمها في الديكوريشن بتاع المقلمه. فانا قلت هنا مع استخدامي هنا للخيط مش هستخدمه هنا على الشكل الاساسي بتاعه ده، قلت اشتغل بيه بالابره الكروشيه، اشتغل الخيط على هيئه سلاسل زي كده ما بنبدا اي مشروع ونقول هنعمل 10 سلسله 20 سلسله، تمام. انا مش هخلي الخيط هنا في اعادة التدوير معايا على الشكل الاساسي بتاعه ده، لا انا هعمله سلاسل، تمام. ادينا شفنا اهو، بصوا عملت لكم هنا نموذج حوالي 20 سلسلة اهي. هلزق انا بقى الخيط وهو معمول سلاسل كده على البرطمان، وانت هتشوفوا دلوقتي معايا الشكل هيبقى عامل ازاي. ليه؟ لان الخيط طول ما هو رفيع قوي كده هيعكسني في لزق الشمع، لكن لما اعمله على هيئه سلاسل كده هيبقى سميك شويه، تمام، واعرف اتحكم فيه وانا بستخدم المسدس، لان انتوا عارفين مسدس الشمع طبعا استخدامه لازم تستخدميه بحرص جدا، تمام، لانه اللسعه بتاعته صعبه. اللهم احفظنا يعني، تمام. فخلاص كده اتفقنا، عرفتوا ازاي انا هستغل وهشغل وهوظف الخيط الخيش معايا ازاي. هعمله سلاسل على بقى المقاس بتاع البرطمان بتاعي على حسب اللفات بتاعته، كل لما اخلص بكمل سلاسل، تمام. اهو انا هوريكم دلوقتي انا لزقته ازاي بالشمع، وهي الوردة هي اللي انا عاملاها بالخيط. طبعا هو رفيع فعرفت اشتغل بالابرة، الوردة دي ابرة رقم 4، تمام. اهو هعمل بقى ايه دلوقتي، هستخدم المسدس بتاعي طبعا مسخناه ومجهزاه، وقلت نستخدمه بحرص جدا اهو بالراحه كده، نعمل حته حته يعني ايه نمشي معاه بالراحه. علشان كده انا عملت الخيط سلاسل عشان اعرف اتحكم في لزقه بمسدس الشمع. طبعا وهو رفيع كان هيعاكسني ويلسعني طبعا، فقلت على ايه نتجنب الحاجات دي كلها.
اهو انا قلت اعمل لكم بس النموذج الاولاني ده علشان تعرفوا ازاي انا عملت الخيط ولزقته ازاي على البرطمان بتاعي، او بنفس الاسلوب ده كده هنمشي على جسم البرطمان كله بالراحة كده وبحرص. اهو همشي بقى كده على كل جسم البرطمان، طبعا هخلصه وهتشوفوه دلوقتي ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله يعجبكم. تمام، اهو كده خلاص خلصت كده جسم البرطمان كله معاكو، وحطيت عليه كمان الوردة الديكوريشن اللي انا عاملاها. تمام، هتلاقوا شكل الخيش شكله جميل قوي، هو معمول بغرزة السلسلة، ادى شكل كمان عن ما يكون سادة. ناقص بقى الفتحة بتاعت البرطمان من فوق دي، انا قلت هعمل لها ايه، برواز كده جميل على هيئة فستونات. تمام، اهو عملت برضو سلسلة بمقاس الدايرة بتاعت فتحة البرطمان من فوق، وبدأت اشتغل عليها فستونات. فستونات ازاي؟ تلات عمود بلفة في سلسلة، يعني كل سلسلة فيها تلات عمود بلفة، وبنزل بعديها بسيب سلسلة وانزل حشو. تلات عمود بلفة في عين واحدة، وانزل اسيب عين وانزل في التانية حشو. دي بستخدم الفستونات دي في التزيين بتاع شغل الكروشيه، طبعا انتوا شفتوها معايا كتير في مفارش وفي جواكت وفي كل حاجة. اهي هتبقى بالشكل ده بقى، برضو هلزقها بمسدس الشمع، مجرد ما اخلص السلاسل هلزقها برضو بالراحة كده بمسدس الشمع، هتديني شكل جمالي وجميل قوي للفتحة بتاعت البرطمان من فوق، يعني على هيئة كينار كده شكله لذيذ. تمام، لان شغل الخيش لما بجي اشتغل بالخيش في حاجة بيبقى لازم بشتغل بماتيريال واحد، يعني هو الديكوريشن بتاعه بيبقى خيش برضو، الخيش بالذات بيبقى عايز شغله كله ايه، من ماتيريال واحد عشان يدي الشياكة والاناقة والقيمة للحاجة. زي ما انتوا شايفين كده، ما ينفعش ادخل الوان، ما ينفعش ادخل صوف، ما ينفعش ادخل اي خيوط نوع تاني، اي شغل بالخيش بيبقى هو الماتيريال واحد اللي بتستخدميه عشان الحاجة بتاعتك تطلع جميلة. تمام كده، يا رب ان شاء الله يكون المقلمة عجبتكم النهاردة، يمكن شغلها سهل ولذيذ، ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم. وميرسي قوي 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 لحسن استماعكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وشغل جديد. وكان عندي كمان ورد مجفف ريحته حلوة قوي، برضو حطيت فيها عشان يبقى تطلع كده ريحة حلوة كده من على المكتب اهي. وبعد كده نحط ادواتنا بقى، مسطره بقى والاقلام، كل حاجه تخص المكتب. ممكن برضو تستخدميها مش مقلمه، تستخدميها برضو للخيوط والمقصات والحاجات بتاعتك برضو، يعني على حسب استخداماتك. تمام كده اهي، يا رب يكون شكلها عجبكم، وحطيت لها فصوص كده خفيفه يعني. يلا اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وشغل جديد زي ما تعودنا من قناتكم.